صباح الخير يا كي تو. النهاردة هنراجع مع بعض حرف الحاء. حرف الحاء في أول الكلمة بيكون بالشكل ده، ألف وأنزل وأعمل إيد على السطر. في وسط الكلمة بيكون بنفس الشكل، ألف وأنزل وأعمل إيد على السطر. في آخر الكلمة بيكون بالشكل ده، تمشي وألف تحت السطر. تعالوا نشوف حرف الحاء جوه الكلمة هيكون ازاي. في أول الكلمة زي كلمة حب، ادي حرف الحاء، فارد ايده على السطر، حب، ب ب، الباء عليه سكون، حبر حبر. في وسط الكلمة زي بحر، ب بح، ادي حرف الحاء، بحر. في اخر الكلمة زي كلمة بلح، ب ل ح، ادي حرف الحاء في اخر الكلمة. حرف الحاء لما يكون بعده مد بالألف هيكون صوته حا حا، لما يكون بعده مد بالواو هيكون صوته